الاسمن ديالي كامل شكري العلوي. انا يا كنت ديجا صورني هاد السيد هذا ولحني في الموقع ديال التواصل الاجتماعي على اساس باش يتعاونون معايا الناس. ومن بعد جاوا المخزن داني المركز حماية الطفولة في مراكش، ومن بعد جلست تما تكملت 18 عام وخرجت عاوتاني للشارع وجيت لأكادير عاوتاني هنايا وجمعت شوية ديال الفلوس ودرت واحد الكروسة ديال الديسير على اساس باش نبيع ونشري، وكريت واحد البيت لمدة ديال شهر. من بعد جات البلدية دات لي الكروسة ديال الديسير ورجعت عاوتاني من الزيرو كنعس في الشارع. بالنسبة للبلدية ما دار معاك حتى شي حل؟ ما ردوا لك الكروسة ديالك؟ لا. ما ردوا لك السلعة ديالك؟ لا ما ردوا لي والو. 120 الف ريال خسرتها غير هكا. 120 الف ريال اللي جمعوا لك الناس المحسنين؟ 120 الف ريال كل واحد مني كيتعاون معايا تجمعتها هي عند واحد مول الحانوت كنعطيه شوية بشوية تكملتها. من بعد درت ديك الكروسة ديال الديسير ومشى ليا كلشي. لا ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا سلعة لا كروسة لا والو ما ردوا لي لا
لا ما كملتش الدراسه ديالي حسيني انا في اكادير كنقدر يعني ناكل نشرب بحال ما كاينين الناس زوينين وكاينين الناس زوينين كتشوفهم بالنهار والناس الخايبين عاوتاني كتشوفهم بالليل. كنتمنى